أهلا ومرحبا بكم في ألفا ترافلر، أنا مازن العنقري واليوم سوف أخذكم إلى إسطنبول. نبدأ رحلتنا اليوم بزيارة لجامع السلطان أحمد. هذا الجامع أو كما يعرف بالبلو موسك أو المسجد الأزرق يعتبر من أهم معالم إسطنبول السياحية، ويعتبر من الجوامع التي تستخدم التصميم العثماني الكلاسيكي، كما يعتبر المسجد الوحيد بستة منارات. تم بناء المسجد في عام 1609 ميلادي من قبل السلطان العثماني أحمد الأول، وكما هو الحال مع الكثير من مساجد إسطنبول، فالجامع يحوي قبر السلطان كما يحوي الجامع مدرسة ومشفى. تقام الصلوات الخمس بالجامع كل يوم، كما تقام فيه صلاة الجمعة والأعياد. لذلك في حال أحببتم زيارة الجامع، حاولوا زيارته بعيدا عن أوقات الصلوات، حيث أن الجامع لا يستقبل الزوار نصف ساعة قبل موعد الصلوات. من الممكن أخذ أكياس بلاستيكية مجانية لوضع الأحذية وحملها للدخول للمسجد، أما للسيدات فيجب تغطية الرأس قبل الدخول للمسجد، كما تتوفر أغطية للرأس مجانية عند المدخل. يرجع سبب التسمية بالمسجد الأزرق هو استخدام الفسيفساء الزرقاء في تزيين الجامع من الداخل، وفي داخل المسجد يفضل الالتزام بالهدوء احتراما لهذا المكان المقدس. وبالمقابل من مسجد السلطان أحمد يوجد موقع من أهم المواقع التراثية بالمدينة، آيا صوفيا، والتي تعني الحكمة المقدسة. هي مبنى بني من قبل البيزنطيين في مدينة قسطنطينوبل، وهو الاسم القديم لإسطنبول. آيا صوفيا تعتبر من عجائب الدنيا الثمان، ويعتبر من أبدع المعالم المعمارية في الحضارتين البيزنطية والعثمانية. ففي العهد البيزنطي تم تشييد المبنى ليكون كنيسة، ومن ثم تم تحويله لمسجد في العهد العثماني، والآن تم تحويل هذا المبنى لمتحف. من الداخل نرى وبشكل واضح تعاقب العصور والحضارات على المبنى المتميز. آيا صوفيا يتكون من دورين، يمكنكم الوصول للدور الثاني عن طريق ممر خاص على الجانب الداخلي من المبنى. وبالقرب من آيا صوفيا سنذهب لموقع يهمل الكثير من السياح زيارته. باسيليكا سيسترن أو ما يعرف بالقصر الغارق هو معلم تم إنشاؤه من قبل الإمبراطور جوستينيان في عام 532، ويعتبر من أقدم المعالم البيزنطية في إسطنبول، والذي أنشئ لحفظ الماء للقصر الإمبراطوري. تم تشييد هذا المكان تحت المدينة على 336 عمودا من الرخام، والتي تم الحصول عليها من معابد أقدم من تاريخ الباسيليكا. وفي آخر الباسيليكا ستجدون عمودين برأسين لمادوسا من الأساطير الإغريقية، ويقال أن السبب هو حماية المدينة من الأرواح الشريرة. عند الخروج من الباسيليكا سيسترن سنجد منطقة فيها العديد من الأماكن والمعالم المهمة، منها المسلة الفرعونية. هذه أحد مسلتين تم تشييدها أمام معبد الكرنك في الأقصر من قبل الفرعون تحتمس الثالث في العام 1490 قبل الميلاد. المسلة مصنوعة من قطعة واحدة من الجرانيت الوردي،
وبالقرب منها نجد مسلة تعرف بمسلة الحائط، لا يعرف تاريخ تشييدها فعليا، وسميت باسم الإمبراطور القسطنطيني الذي قام بترميمها. كما نجد بنفس المنطقة المتحف التركي الإسلامي. بما أننا في هذه المنطقة التاريخية، سوف أخذكم لمطعم ومقهى مميز بجانب جامع السلطان أحمد. أكثر ما يميز هذا المكان هو وجود سيدات يصنعن الفطائر التركية على الصاج بالطريقة التقليدية. يمكنكم اختيار العديد من المكونات المختلفة، مثل أنواع الجبن التركي المختلفة أو السبانخ أو حتى اللحم. وكما تلاحظون، يتم تحضير العجينة من الدقيق والماء وإضافة المكونات حسب الطلب، ثم وضعها على الصاج للتحميص. إذا اخترتم فطائر الجبن بالذات، أنصح تجربتها مع كوب من الشاي التركي. الجراند بازار، والذي يعتبر من أقدم وأكبر البازارات في العالم بما يزيد عن 61 شارع مغطى وأكثر من 3000 محل، حيث يستقطب هذا السوق ما بين 250 إلى 400 ألف زائر باليوم الواحد، مما يجعله من أهم معالم المدينة والذي أنصح بزيارته. الآن سنتوجه لموقع مهم آخر بإسطنبول، وهو إيجيبشن بازار أو السوق المصري، كما يعرف بسوق التوابل والبهارات، والذي يعتبر ثاني أكبر سوق بعد الجراند بازار من ناحية المساحة والقدم. السوق المصري نشأ على أنقاض سوق بيزنطي قديم باسم ماكرون إنفولوس بازار، وسبب إنشاء السوق المصري بالأساس هو بأمر السلطانة صفية زوجة السلطان مراد الثالث، ولكن البناء لم يكتمل حتى أمر من قبل السلطان الأم تورهان أم السلطان محمد الرابع في عام 1661، وذلك لتوفير دعم مادي لبناء المسجد الجديد بالمدينة والمجاور للسوق. لذا في بداية عهده عرف السوق باسم فالدي بازار، ولكن مع الوقت تحول للسوق المصري لبيعه للتوابل والبهارات التي كانت تصل لإسطنبول عن طريق مصر. حتى هذا اليوم يعتبر هذا السوق أكبر سوق للتوابل والبهارات، كما يقدم العديد من المنتجات الأخرى مثل البن والحلويات التركية والأجبان والمكسرات والفواكه المجففة، وتشكيلة متنوعة كذلك من أجبان المزارع. قصر توبوكابي، أو كما يعرف بالتركية توبوكابي سرايا، من أكبر قصور إسطنبول، والذي كان مقر سكن معظم السلاطين في العهد العثماني، وفي الوقت الحالي تحول لمتحف ومزار للسياح من جميع دول العالم، كما يحتوي على الكثير من معالم التراث الإسلامي مثل عباءة الرسول وسيفه، كما أن القصر يعتبر من أفضل وأدق معالم الحضارة العثمانية، ويحوي الكثير من الفخاريات والأسلحة والدروع والمخطوطات الإسلامية وبعضا من المجوهرات العثمانية. ومنذ عام 1985 أضيف قصر توبوكابي لمحميات اليونسكو. يحتوي القصر على الساحة الرئيسية والعديد من المباني الملحقة، حيث كان مسكنا في عهده الذهبي لأكثر من 4000 شخص بمساحته الواسعة وشاطئه الخاص. كما احتوى القصر على مساجد ومستشفى ومخابز وحتى مكان لسك المعادن. لنأخذ جولة بحرية الآن من مرفأ كاباتاش في الجانب الأوروبي من إسطنبول،
ونستقل عبارة لتقلنا لجزيرة الأميرات والتي تتشكل من 9 جزر إجمالا، ولكن المعروف منها هي الجزر الأربع الكبرى. تعتبر هذه الجزر ملاذا من ضوضاء إسطنبول للعديد خلال موسم الصيف، حيث لا تتوفر في هذه الجزر وسائل للمواصلات غير الأحصنة والعربات، مما يجعلها هادئة ومريحة للأعصاب. بوياكادا هي أكبر هذه الجزر وأهمها للسياح بالذات. بما أننا على متن القارب، أود التنبيه على أمرين مهمين. الأول هو الحذر الشديد من الباعة المتجولين على متن القارب خلال الرحلة للجزيرة، حيث سيحاولوا التقرب منكم والتحدث بالعربية لبيع أغراض لا تحتاجوها أو يعرضوا حتى قراءة الطالع، أو التقرب لكم على أنهم ناصحون يسألونكم عن جدولكم اليومي، ثم يذكروكم بأهمية التأكد من مواعيد القوارب العائدة من الجزيرة، وبالآخر يظهروا نواياهم بأنهم يملكوا متاجر أو مطعم على الجزيرة وأنه يجب عليكم زيارتهم. الأمر الثاني هو عند وصولكم للجزيرة بوياكادا، تأكدوا عند المرفأ من مواعيد القوارب العائدة إلى إسطنبول وجدولوا زيارتكم للجزيرة حسب هذه المواعيد. قبل أن نصل للجزيرة لنأخذ استراحة قصيرة لنستمتع بالسميت. يقدر تاريخ هذه الكعكة الدائرية والمحاطة بطبقة مقرمشة من السمسم بأكثر من 500 سنة، وتوجد في العديد من المدن التركية لانتشارها خلال العهد العثماني، ولكنها اشتهرت وانتشرت في إسطنبول كوجبة سريعة. لنعد الآن لجزيرة بوياكادا. خلال العهد البيزنطي تم نفي وإقصاء العديد من الأميرات وأفراد الأسرة الحاكمة لهذه الجزيرة، واستمر الحال بالعهد العثماني كذلك، حيث تم نفي أفراد عائلة السلطان لهذه الجزر. كما ذكرت يمنع استخدام السيارات في هذه الجزر ما عدا سيارات الأمن والدفاع المدني، مما جعل الجزر ملائمة للاستكشاف إما على الأرجل أو بالعربات أو الدراجات الهوائية التي يمكن استئجارها بالساعة. لنعد الآن لإسطنبول، ولكن دعوني أذكر شيئا مهما قبل ذلك، وهو أن بعض سائقي سيارات الأجرة في إسطنبول عرفوا بالتلاعب بعدادات سيارات الأجرة. عندما تستقلون أحد سيارات الأجرة، راقبوا عداد السيارة خلال الرحلة حتى لا يتمكن السائق من الضغط على أحد الأزرار ورفع تعرفة الرحلة بينما تستمتعون بمعالم هذه المدينة الجميلة. أحد الحلول لهذه المشكلة هو استقلال سيارة أجرة بعداد مثبت بالمرآة، حيث لو حاول السائق التلاعب به فسيكون الأمر بغاية الوضوح. يوجد بإسطنبول العديد من مراكز التسوق والمولات مثل جافاهر وزورلو، حيث يقدم العديد من الماركات التجارية المعروفة والتي تلبي رغبات أي مدمن على التسوق. لكن من أشهر شوارع التسوق في إسطنبول شارع إستقلال، حيث يقع الشارع بالجانب الأوروبي من إسطنبول ويزوره ما يقارب 3 مليون زائر باليوم الواحد، بالذات خلال أيام نهاية الأسبوع. 3 ملايين زائر باليوم، سوف أعطيكم لحظة لتستوعبوا هذا الرقم. يمتد شارع المشاة هذا على مسافة 1.4 كيلومتر في منطقة بايوغلو التاريخية، ليقدم العديد من المتاجر والمحلات والمطاعم والمقاهي، وكذلك العديد من محلات بيع الحلويات التركية. يحيط بالشارع العديد من المباني المصممة بالطراز العثماني من القرن 19 والـ20، والتي استلهمت تصميمها من التصميم الكلاسيكي الحديث والغوثيك الحديث. كما توجد مباني مستوحاة من السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية.
لا نستغرب هذا المزيج من التصاميم بمكان واحد، حيث أن إسطنبول جمعت بين الحضارات الأوروبية والآسيوية، وهذا الشارع بالذات تم تسميته باستقلال تخليدا لاستقلال الجمهورية التركية في 29 من أكتوبر 1923. بما أننا تحدثنا عن الاستقلال، يجدر بنا الحديث عن قلب إسطنبول الحديثة، وهو ميدان تقسيم، حيث نجد هنا المحطة الرئيسية لمترو إسطنبول. هنا نجد كذلك تمثال الجمهورية، والذي صمم من قبل بيترو كانونيكا في 1928 احتفالا بالذكرى الخامسة على تأسيس الجمهورية. سمي هذا المكان تقسيم لكونه النقطة التي تجمع فيها المياه القادمة من الشمال، ومن ثم تقسم وتوزع لبقية المدينة، والتي أسست في عهد السلطان محمود الأول، والذي سمى هذا الخزان الحجري تقسيم. الآن يعتبر تقسيم من أهم نقاط التجمع في المدينة، لأن جميع سبل المواصلات تجتمع فيه، كما يعتبر من أهم مناطق تجمع السياح والمحليين، لذا استخدم المكان للاحتفالات والأعياد والمظاهرات كذلك. بما أننا هنا، لنستقل الترام لنصل للناحية الأخرى من الشارع. على امتداد شارع استقلال نجد برج غلاطة، والذي بني في عام 1348 بتصميم مستوحى من الطراز الروماني ليكون برجا للمسيح، وبأدواره التسع واستخدام الحجر ببنائه يعتبر من أبرز معالم المدينة، ليقدم مشهدا جميلا من الأعلى لمن يود التمتع بمشاهدة إسطنبول. وفي عام 1717 استخدمه العثمانيين كبرج مراقبة للحرائق بالمدينة. إن زرتم برج غلاطة اليوم، يمكنكم استقلال أحد مصعدين للطابق العلوي، حيث ستجدون مطعما ومقهى بالطابق، حيث يقدمان إطلالة ساحرة على المدينة وبحر البسفور. إن كنتم تودون الحصول على أحدث رحلات ألفا ترافلر وأحداثها، يمكنكم متابعة حسابي على إنستغرام @ingari. هنا ستشاهدون ما أشاهد، كما ستحصلون على مواقع الأماكن التي أصور فيها من حول العالم. بالطبع، للحصول على أحدث الفيديوهات الوثائقية عن المدن التي أزور، لا تنسوا الاشتراك عن طريق الضغط على زر سبسكرايب، فهي مجرد ضغطة واحدة. وبما أننا في إعلان، اضغطوا الآن كليك. لنعد لرحلتنا، لنستقل التلفريك لأننا سننتقل للقرن الذهبي، وهو مضيق يسمح للسفن الوصول لإسطنبول. لا يعرف السبب الحقيقي للتسمية، فإما تكون بسبب الثروات والبضائع التي تصل لإسطنبول عن طريقه من المرفأ الرئيسي، أو بسبب رومانسية منظر غروب الشمس في مياه البحر من هذا المكان. ولكن وجود القرن الذهبي وطبيعة شكله الجغرافية والتي تشبه انحناء القرن، كان لها دور كبير في حماية العديد من الحضارات وتجارتها التي مرت على إسطنبول، مثل الحضارة الإغريقية والرومانية والبيزنطية والعثمانية. القرن الذهبي من أهم المناطق التي يرتادها السياح بسبب المنظر الخلاب الذي يقدمه،
حيث يزوره بالسنة ما يقارب 10 ملايين سائح. إن كنتم تبحثون عن مكان مميز لكم ولعائلتكم، يمكنكم زيارة الحديقة المائية ومدينة الألعاب فايالاند، ولكن سأأخذكم لمكان مختلف. سنذهب لميني تورك، والذي يعتبر حديقة تقع في الشمال الشرقي من القرن الذهبي وبمساحة إجمالية 60,000 متر مربع، لتعرض 122 مجسما مختلفا من جميع المدن التركية بما فيها إسطنبول. هذه المجسمات صممت بمقياس 1:25 من الأبعاد الحقيقية للمباني. هنا يمكنكم مشاهدة مسجد السلطان أحمد، آيا صوفيا، برج غلاطة والعديد من المباني المهمة بالمدينة. على الصعيد الشخصي، زرت إسطنبول أكثر من 10 مرات، ولا زلت أنبهر بالطريقة التي دمجت فيها الحضارات القديمة التي مرت على هذه المدينة عبر آلاف السنين، ليتركوا خلفهم مباني تذكرنا بأهمية هذه المدينة، فهي حلقة الوصل بين قارتي آسيا وأوروبا.